حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، قال حدثنا أيوب بن موسى، قال أخبرني حميد بن نافع عن زينب ابنة أبي سلمة، قالت: لما جاء نعي أبي سفيان من الشام، دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث، فمسحت عارضيها وذراعيها، وقالت: إني كنت عن هذا لغنية. لولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج فانها تحد عليه اربعه اشهر وعشرا